غربت شمس اليوم وغربت معها أوجاع 404 أسر يمنية عاد إليها ذووها من الأسرى والمختطفين. شعوري والله ليس له أي مثيل في الحياة، بل بلادة جديدة لحياة جديدة إن شاء الله. 4 رحلات ذهابا وإيابا من سيئون إلى صنعاء والعكس، بها استكملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعها مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين المبرم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية في مونترو السويسرية قبل نحو شهر. ووفقا لرئيس لجنة الأسرى والمختطفين الحكومية هادي هيج، فإن من المقرر أن يصل إلى صنعاء غدا 100 أسير حوثي قادمين من مطار عدن مقابل 150 أسيرا لدى الحوثيين في صنعاء. الوسط الصحفي رحب بإطلاق سراح 5 صحفيين من إجمالية 9 تحتجزهم ميليشيا الحوثي منذ 5 سنوات كان قد جرى استثناؤهم في مباحثات مونترو لأسباب غير مفهومة. وبحسب مصدر صحفي مطلع، فقد تم إدراج الصحفيين 5 بدلا عن آخرين اكتشف وجود أسمائهم ضمن صفقات تبادل قبلية. لكن التساؤل لا يزال ملحا حول جدية الشرعية في إطلاق 4 الصحفيين المتبقين والذين ما تزال حياتهم مهددة نظرا لقرار الإعدام الذي أصدرته الميليشيا بحقهم، إضافة للقيادات العسكرية والسياسية وقائمة 30 الذين كان يفترض أن يكونوا في أولويات أي اتفاق تبادل. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أعرب عن تفاؤله ببدء تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى وشدد على ضرورة الإفراج عن كل المدنيين بما فيهم الصحفيون والناشطون السياسيون، واعتبر أن ما جرى مؤشرا جيدا على أن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة.